انا برحب بحضراتكم جميعا في اسيوط، جامعه اسيوط اللي بتمثل لي انا شخصيا والكل البرونكولوجي بالستاف بتاعها وزملائنا، بتمثل لنا حاجه كبيره قوي. احنا جينا سفر كبير، وانا عارف ان كلكم جايين مسافه طويله. احنا جايين بالعربيه، انا والاستاذ الدكتور الحكام الافاضل الاستاذ الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر في طب عين شمس، نرحب بيه. استاذ الدكتور لواء طبيب دكتور ياسر السيد الاكاديميه الطبيه العسكريه، والاستاذ الدكتور اشرف مدكور استاذ الامراض الصدريه في عين شمس. برحب بيكم في الاجتماع الثالث البرونكو كاب. احنا عملنا الماتش الاولاني ده كان في مؤتمر الجمعيه في ديسمبر، وعملنا ثلاث ماتشات بعد كده، ودول اخر ثلاث ماتشات. ده هيبقى دور الثمانيه، وهيطلع بقى الثمان فرق اللي هيوصلوا. احنا عندنا دلوقتي خمس فرق وصلوا لدور الثمانيه. وصل القاهره قصر العيني والازهر، وبعدين وصل فريق القوات المسلحة فاز على طنطا، وصل فريق الزقازيق فاز على عين شمس. أنا كنت واقف مودريتور جاي من حكم من إيطاليا، ماليش دعوة يعني. وفريق بنها فاز على اسكندرية. دول الخمس فرق اللي وصلوا. فكرة البرون كاب بسرعة عشان مش عايزين نضيع وقت. إحنا الفكرة كلها طبعا دي حاجة من أنشطة الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، نوع من أنواع التعليم الطبي المستمر. كلكم زهقتوا من المحاضرات والمش عارف إيه والكلام والتوكس، وسبعين ألف مؤتمر في السنة وكلها بتتكرر. وبعدين الشباب الصاعد الواعد بجد مش مجاملة مش بنشوفه. فقلنا بقى فكرنا مع الزملاء عايزين نعمل حاجة جديدة. أولا الشباب، ولا شيء غير الشباب. والحقيقة مش الأطفال لو سمحتي، مش هينفع من فضلك. فقلنا إنه لازم الشباب، عشان الشباب هم بيقروا أكتر مننا وعارفين أكتر مننا. ثانيا الشباب لازم يظهروا ويبانوا ويبرزنت ذمسيلف. والحاجة التانية إنهم يتعرفوا على بعض. إحنا كناس كبار عارفين بعض، لا إحنا عايزين نعرفهم وهم يتعرفوا على بعض. وأنا شفت ده فعلا، ان الشباب في عين شمس، انا محايد لكن عرفت ان هم جابوا الاسئله، كانوا بيقروا. انا كنت في حاجه ميتنج بره مصر الويك اند اللي فات، الاساتذه بيتكلموا على البرونكو كاب. استاذ دكتور محمد المهدي استاذ في بنها بيقول لي انهم بيعملوا ميتنج يا دكتور جمال كل يوم ثلاث في القسم، يعملوا اسئله زي بتاع البرونكو كاب والناس ده. هو ده اللي احنا عايزينه. وفي النهايه هنجيب 16 كاس ل 16 فريق، من غير بقى ما نضيع وقت عشان احنا اتأخرنا وعشان نلحق نروح ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الماتش الخامس ما بين فريقين، او احنا عندنا النهاردة ست فرق بس هم في الواقع تسع كليات طب، عشان في ثلاث فرق فيهم فريقين مع بعض. الماتش الخامس واول ماتش النهاردة فريق اسم الصدر في سوهاج وفي كلية طب. انا تعرفوا نفسكم. الاثنين ده هتاخدي دبل سالري. اهلا بيك. شكرا شكرا. وحضرتك قاعده، وحضرتك قاعده. ابتهال محمد دونكل مدرس مساعد في كليه طب جنا. حجاج منصور مدرس مساعد طب جنا. هشام جمال مدرس مساعد طب سوهاج. سوهاج اهلا بيكم، احييكم. فريق المنصور انا بحييهم تحيه خاصه لان قالوا لي ان كنتوا جيتوا في 8 ساعات صح؟ 12 ساعه. كام؟ 12 ساعه. هتروحوا في 6 ساعات ان شاء الله. حد قال لي ما تعملش الماتشات في اسيوط، قلت لهم لا هعمل في اسيوط. انا نفسي اهو راجل عجوز وجاي لغايه اسيوط، مفيش مشكله. نتعرف بيكم، اتفضل. محمد الحنفي كوتش الفريق. محمد اللايح مدرس مساعد.
محمد عادل طحلب مدرس مساعد امراض صدريه كليه الطب جامعه المنصوره. احمد مصطفى مدرس مساعد. احمد فوده مدرس مساعد. محمد منصور مدرس مساعد. محمد شحته مدرس مساعد. نرحب بيكم. نظام الماتشات كالاتي: الماتش 10 اسئله، كل سؤال بينزله بيقراه واحد من الساده الافاضل الاساتذه الجادجز وبينزل على السكرين. بعدين بنبتدي الاجابه عند حضرتك، حد واقف جنب فريق المنصوره وحد واقف جنب سواج وانا. اول ما حضرتك تجاوب ام سي كيو، فحضرتك هتكتبي ايه مثلا الاختيار، بس تكتبي فوقيها سواج وانا عشان الورق ما يتلخبطش. منصوره هتكتب بي. خلاص احنا معانا الفوتينج بات موزعينها. طيب والجمهور بيفوت. اول ما الفريق الثاني هيجيب عشان الوقت هنقفل الفوتينج. الاسئله دي متحضره من لجنه وجايه من ريفرنسز، فلا مجال للاعتراض. الاسئله ام سي كيو، والام سي كيو لناس افاضل محترمين كبار كده، الاجابات متشابهه وممكن يكون في اكتر من اجابه صح، لكن هو الريفرنس اللي بيحط الاجابه مش انا ومش البرونكولوجي. تمام؟ وزي ما قلنا احنا مش الغرض التنافس. هنبتدي كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول استاذ الدكتور ياسر مصطفى من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. According to the American Thoracic Society guidelines, which of the following is an absolute contraindication to flexible bronchoscopy? Patient with unstable asthma or status asthmaticus, patients with refractory hypoxemia or inadequate oxygenation during the procedure, recent or unstable angina or recent myocardial infarction, severe hypercarpia and significantly reduced forced expiratory volume in the first second, ولا superior vena cava obstruction. يلا نجاوب والجمهور يفوت. الوقت بيحسب على فكره. الماتشات الثانيه كانوا بيخلصوا من 10 20 ثانيه، وبعد كده في دور الثمانيه ودور الاربعه هنعملها بالوقت. اللي هيخلص الاول هيبقى خلاص. هنا في فريق المنصورة خلص. ده الفوتنج بتاع الفلوب. خلي الفوتنج بعد ما نخلص من فضلك عشان ما ياخدش الفريق. عندك حق انه بيشارك. الفوتنج بعد ما نخلص لما نقول نطلع كفايه فوتنج. نشد حيلنا خلاص. اديله الاجابه على طول. دكتور ياسر اللي قال السؤال. اتفضل دكتور ياسر. منصورة سي وسهاج اي. منصورة سي وسهاج وانا اي، والاجابه هي بي. الاجابه هي بي. اتفضل دكتور ياسر ليه الاجابه بي. الحقيقه it is preferred to postpone or defer procedure if patient are severely hypoxemic. هو كلهم ممكن يبقى فيهم نسبه من نسب الكونتر انديكيشن، لكن الهايبوكسيميا هي اخطرهم. Bronchoscopy itself causes a following oxygen saturation. In addition, every procedure-related complication causes hypoxemia. سواء كنا هنحقن لافاج أو هنعمل نيوموثوركس كcomplication، كلها تؤدي في الآخر لهايبوكسيميا. فwe'll add on burden بالنسبة للهايبوكسيميا. هي الوحيدة اللي هتبقى worsened إذا كانت البرونكوسكوب highly indicated في الحالة دي. الحاجات التانية طبعًا هي contraindicated برضو، بس هي أخطرهم. الهايبوكسيم. يبقى كده النتيجة تعادل 0-0. نسيت أكمل في نظام الماتشات، احنا عندنا 10 أسئلة. ممكن نوصل للسؤال العاشر والفريق فريقين متعادلين. هنعمل أولاً عندنا قاعدة تغيير. أنتوا عندكم احتياطي؟ طيب. بعد كل سؤالين ممكن نغير لو عايزين. وزي الهاند بول مش زي الفوتبول. اللي يخرج ممكن يرجع تاني. بعد السؤال العاشر في خمس أسئلة بنظام مش ضربات الجزاء الترجيحية اللي هي بعد الخمسة. هيبقى السؤال واحد واحد، يعني دكتور قدام دكتور، مش الاستشارة بقى. ولو فريق كسب السؤال الحداشر مثلا أو الاتناشر، فريق كسب خلاص الماتش خلص. وصلنا للسؤال الخمستاشر وبرضه متعادلين.
اقوياء محجرين مع بعض، ممكن يكونوا اقوياء دكتوره امبارح او يعني برضو ها قرعه بقى عشان نخلص يعني. يبقى دلوقتي بعد السؤال الاول النتيجه التعادل 0-0. طيب السؤال الثاني استاذ الدكتور ياسر السيد من فضل انا اسف استاذ الدكتور اشرف مدكور. بسم الله الرحمن الرحيم. 39 year old man presented with weight loss, cough and breathlessness with lung collapse. Tissue sampling of a lung mass confirms lung cancer. He has never smoked. Which of the following is not a recognized risk factor for the development of lung cancer? Chromium ولا asbestos ولا radon ولا thallium ولا passive smoking. Please answer. Not a risk factor. الجمهور يفوت بس مش هنطلع نتيجة الفوتنج لما نتفق. منصورة خلصت. سريعا. العجلة مش عايز أقول الكلمة. طلع الفوتنج خلاص الفريقين جابوا. هي الفوتنج قدام حضرتك الاول يا دكتور اشرف. الفوتنج الاغلبيه قالت دي وده ماشي برضو مع الراي الصح بتاع المنصوره قالت دي وسوهاج وانا قالوا دي وهي فعلا الاجابه صحيحه ودي الحاجه الوحيده اللي مش هي ريسك فاكتور. بقيه الحاجات الثانيه كلها ريسك فاكتور مش محتاجين نناقشها يعني. السؤال بقى اللي بعده يبقى النتيجه دلوقتي الفريقين صح مش كده يا دكتور اشرف؟ اه الاثنين صح. الفريقين صح بعد السؤال الثاني النتيجه 1-1. حد عايز يغير؟ ملحقناش. السؤال الثالث استاذ الدكتور ياسر السيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثالث ده متوقف على جمله على فكره في السؤال يعني. Which of the following statement regarding treatment of sleep related breathing disorder is correct? هل الاوتو adjusting nasal CPAP is superior to constant pressure CPAP for suppression of apnea hypopnea? B Bi-level positive airway pressure therapy is preferable to CPAP in obesity hypoventilation syndrome without severe nocturnal oxygen desaturation. C. Adaptive servo-ventilation has been shown to reduce mortality in nocturnal Klinefelter respiration due to left heart failure. D. Evidence from non-randomized study suggests a reduction of cardiovascular morbidity with CPAP in patients with obstructive sleep apnea syndrome. E. CPAP reduces mortality in central sleep apnea. Please vote. يلا والفرق تجاوب. اصحى بقى. كان لازم تقف في الشمس زينا كده عشان تصحى. يلا. واحدة بس كوريكت. احنا بنحسب تايم تايم طالع فوق ولا طالع على الشاشة بس مش طالع عندي طالع في الشاشة لا هنا مش طالع هنا قول لهم بقى دكتور ياسر عشان هو طالع عندك الفريقين جابوا وقف الفوتنج بتاع الفلور طلع لنا الفوتنج دكتور ياسر الفوتنج قدام حضرتك دكتور ياسر السيد الفوتنج بتاع الفلور الاول الفوتنج الفوتنج مطلع الاجابه دي وسي قريبه منها يعني دي وسي قريبه منها الاثنين تقريبا نفس وهي الاجابه الصحيحه مطلعها هي دي الإجابة الصحيحة سوهاج وإنا مجاوبين دي مظبوط المنصورة بي إي الإجابة الصحيحة دي اللي هي evidence from non-randomized study suggests a reduction of cardiovascular morbidity with CPAP in patient with obstructive sleep apnea syndrome سوهاج وإنا دي دال والمنصورة إيه سوهاج وإنا دي مجاوبين صح المنصورة بي مجاوبين خطا اوكي سكور يبقى هنا بعد السؤال الثالث نتيجه 2-1 لصالح سوهاج وانا وبعدين اكلم الدكتور عصام الجمل ولا اعمل ايه اسحب السؤال الرابع استاذ الدكتور ياسر مصطفى اتفضل
A 46-year-old woman presents with cough and dyspnea. Her current X-ray reveals an opacity in the chest, and the lateral view localizes the opacity to the anterior mediastinum. Which one of the following does not impart an anterior mediastinal shadow? Lymphoma, retrosternal goiter, foregut duplication, dermoid cyst, pericardial cyst. يلا ابدا. واحده مش هتيجي في الانتيرور ميدياستاين من دول. منصور. طيب ايه عندك يا دكتور ياسر؟ فاضل 45 دقيقه. منصورة خلاص وسوهاج وقينا خلاص. وقف ورينا الفوتينج. شوف الفوتينج الاول يا دكتور ياسر من فضلك. الفوتينج متساوي في اخر ثلاث اختيارات. هي الاختيار الحقيقي الصحيح هو سي، لان الدبليكيشن ما بيبانش في الانتيريور ميدياستاينم. الفور جاد دبليكيشن ما يبانش ابدا انتيريور ميدياستاينم. هو والبارافيرتبرال ابسس والنيوروجينيك تيومرز والاسوفجيال ليجنز اللي هنا بوستيريور كلهم بيبانوا بوستيريور ميدياستاينال ماس. وكده تبقى المنصوره اجابه صحيحه، وسوهاج معانا اجابه مش صحيحه. طيب يبقى النتيجه بعد السؤال رقم ده كان رقم كام؟ 3 ولا 4؟ 4. بعد السؤال رقم 4 نتيجه التعادل 2-2. شخط في المنصوره ما بيجوش غير بالشخيط. تعادل 2-2. اشخط ما اقدرش اشخط في الوجه القبلي، انت عارفه في شوم وبحاجات كده. طيب حد يحب يغير دكاتره؟ هنكمل بالدكاتره الموجودين. السؤال الخامس استاذ الدكتور اشرف مدكور، اتفضل يا باشا. 54 year old man with ischemic cardiomyopathy undergoes coronary artery bypass surgery for severe proximal obstruction lesion. He is mechanically ventilated in pressure support mode overnight. The morning after surgery, he has several pulmonary artery wedge pressure readings of 18 millimeter mercury. But his chest radiograph shows no evidence of congestive heart failure. He undergoes extubation and initially does well, but 2 hours later, he experienced rapid onset of dyspnea. His chest radiography now shows pulmonary edema. An ECG shows sinus tachycardia, but no evidence of myocardial ischemia. Which of the following functional abnormalities related to discontinuation of mechanical ventilation is the most likely cause of pulmonary edema? Increased left ventricular preload and afterload. B, shift of the ventricular septum towards the left because of decreased intrathoracic pressure. C, increased pulmonary vascular resistance. D, increase intrapleural pressure during inspiration. E, decrease right ventricular preload because of decreased intrathoracic pressure. Please answer. Please answer and vote. منصورة ماشي على الطريق السريع. الماتشات اللي بعد كده في الادوار النهائيه هتبقى زي الاي ار اس. دكتور محمد مصطفى متولي حضرها، والدكتور اشرف مدكور اللي يجاوب الاول. مش كده يا باشا؟ مالناش دعوه. الوقت فاضل ايه يا دكتور ياسر؟ 10 ثواني. 10 ثواني. 8 ثواني. 7 ثواني. يلا هات. وقف الفوتنج، دينا الفوتنج الاول. اتفضل يا دكتور اشرف. اغلبيه الفلور مع الاجابه ايه، وهي فعلا الاجابه الصحيحه، والمنصوره جاوبت ايه، وسوهاج وانا جاوبوا ايه. هي دي ايه كده؟ ايه مكتوبه غريبه قوي. كاتبينها سمول.
خلاص اسمه ايه بس كاتبنا يعني اسمه حسنوا الخط شويه عايزين نكتب الاغريقي بقى انجليزي الاجابه واضحه طبعا هي الاجابه ليه بقى الانكريز الليفت فنتريكولر بري لود والافتر لود هو الشخص ده هو بعد ما اتعمل الميكانيكال فنتيليشن فالنيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر بقت في نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر فزودت الفينس ريتيرن فما الفينس ريتيرن زاد ادى الى انكريز الليفت فنتريكولر بري لود والديفرنس ما بين الليفت فنتريكولر بريشر والارتريز اللي بره عملت برضو انكريز الافتر لود والشخص ده عنده اوكلت بالمونري اديما هي كانت واضحه في الاول لكن ما كانتش وضحت اكتر لما هو ريليفد من الميكانيكال فنتيليشن عشان كده الاجابه هي الاجابه الصح يبقى بعد السؤال الخامس ما زال التعادل مستمر منافسه حاميه جدا 3-3 يلا استاذ الدكتور ياسر السيد السؤال السادس ما فيش رغي كتير تفضل يا باشا نركز بقى في السؤال ده ده حاله وومن 40 يير اولد بريزنتد ويز فيفر لاستيتيود دراي كاف اند ديسني هير تشست اكس راي ريفيلز بايلاترال لانج بارينكيما شادو mostly in the periphery and upper zones. She has shown an excellent response للبريدنيزولون. What is the likely diagnosis? Likely diagnosis. Rheumatoid lung, Wagner's granulomatosis, chronic eosinophilic pneumonia, drug-induced pulmonary fibrosis, well, cardiogenic pulmonary edema. Likely diagnosis. منصور جاوبت قبل ما يخلص نهايه السؤال وهكذا سهاج اسئله سهله انا هشوف مين اللي محضرها وهشده الفوتنج خلاص مش عايز نقاش يعني كله مجمع على مجمع على سي والاثنين مجاوبين صح سي الفريقين ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي ما شاء الله يعني انا هبعت العيانين منصوره وانا وسهاج وانا والدكتور محمد متولي هنسافر نعمل شوبينج مش كده يا باشا يا بس عظمة على عظمة بعد السؤال السادس مازال التعادل منافسة حامية جدا خد بالك طيب حد يحب يغير محدش يحب يغير السؤال السابع نرجع للأستاذ الدكتور ياسر مصطفى يلا يا رئيس Which of the following condition will tend to increase the ventilation perfusion ratio i.e. increase west zone 1 and therefore the dead space ventilation in the top part of the lung يعني زيادة في التوضيح change in posture from standing to lying down increase in positive end expiratory pressure in a patient ventilated for acute respiratory distress syndrome severe mitral stenosis pneumothorax rapid deceleration in Bonjay pump voting يلا جاوبوا voting لا ما هو مش كله سهل يعني انا مش قاعد العب يعني احنا لازم نجيب رجليهم يا دكتورة لميا وبعدين اضرب اما يخش برجله اديله يلا شباب منصورة خلص انا اكلم الدكتور رائد والدكتور عصام الجمل اقول له ما شاء الله 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 وهنا وجنوب الوادي خلص وقف فوتينج الاجابه الصحيحه زي الفلور اجابه بي والمنصوره بي وسهاج مع انا ايه فكده المنصوره هوبا يبقى النتيجة دلوقتي هتبقى 5-4 لصالح المنصورة عارف لسه نهدى كده بالراحة نهدى سؤال 8 أستاذ الدكتور أشرف مدكور توكل على الله 40-year-old man presents with a 4-week history of fever, cough, and hemoptysis. His occupation involves cracking and stone dressing. All chest X-ray revealed eggshell calcification within an enlarged hilar shadow. What is the likely cause of the current presentation? A. Asbestos. B. Pleural mesothelioma. C. Bronchoalveolar carcinoma. D. Post-primary tuberculosis. E. Exacerbation of COPD. Please answer and vote. يلا جاوب وفوت. سهلة بقى منصورة الله 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 وقف في البوت خلاص طلع نتيجة
الفلور اغلبته ماشي مع اللي هي الدي، وهي دي الاجابه الصحيحه. المنصوره جاوبت صح ان هي دي، وسوهاج وانا جاوبوا ايه. طبعا هو الاكشال كالسيفيكيشن ده مع السيليكوزز، والسيليكوزز بيبقى كومبليكيتد بتيبركلوزز، فهو ده السبب يعني. عشان كده الاجابه الصحيحه هي دي زي المنصوره ما قال والفلور. نتيجه 6-4. ده السؤال رقم 8 كان يا دكتور اشرف. بعد السؤال الثامن نتيجه 6-4 لصالح المنصوره. نهدى كده بقى. هنا هنا وجنوب الوادي نهدى. ها فاضل سؤالين، هنبعت عصابه تخطف المنصوره. لا بس ده ما يحلش الموضوع برضو. مش هيروح ما يحلش ان هم لازم يجاوبوا السؤالين صح. ها لا ان شاء الله خير. هو ده يا جماعه اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. طيب السؤال التاسع، استاذ الدكتور ياسر السيد اتفضل. 71 year old man is given a diagnosis of small cell lung cancer following tissue sampling after having slowly resolving pneumonia. Which one of the following would cast doubt upon this diagnosis? Hemoptysis, weight loss, clapping, lung collapse, or low threshold bone fracture? منصورة جاوبت قبل ما يخلص ما شاء الله. كان داوت. هنا وسوهاج خلصوا، وقف الفوتينج. ادي الإجابة. الفلور ماشي مع الإجابة. الفلور ماشي مع الإجابة الصحيحة، هي فعلا clapping suggestive of non-small cell lung cancer، على اعتبار ان هي احد البارا نيوبلاستيك مانيفستيشن سيندروم بتاعت السمول سيل لانجاس، والاثنين مجاوبين صح. سي عظمة على عظمة. ايه يعني ما نكملش يعني؟ ايه يا سيدي نروح نبطل ضربات جزاء؟ خلاص ضربات جزاء كده خلاص. فين الاستاذ هشام المسؤول؟ منصورة مش هترجع بعربيات. ها عايزيننا نمشي. ايه يا عمي المهم احنا نرجع يا بيه. المهم احنا نرجع. نتيجة بعد السؤال التاسع 7-5 لصالح المنصورة. برافو. السؤال العاشر والأخير، أستاذ الدكتور ياسر مصطفى. Each of the following is considered poor technique when handling a flexible bronchoscope except twisting the insertion tube rather than rotating the entire instrument along its entire longitudinal axis, advancing the bronchoscope by pushing down from the handle, exerting excessive pressure with one's finger on the patient's nostril or cheek, attempting to pass an instrument through a fully flexed distal extremity of the bronchoscope, keeping the bronchoscope in the midline of the airway lumen throughout as much of the procedure as possible. منصورة خلص بيلعب بأعصاب هادية، عمال يشوف في الاوت وفوق العارضة واللعيبة طلعوا مش فارقة معاه. ناخد وقتنا ناخد وقتنا، ما عندناش مشكلة. كويس يا دكتور ياسر الوقت كويس. 40 ثانية لسه براحتكم، مفيش مشكلة براحتنا. هنا وجنوب الوادي خلص، وقف الفوتينج. اي فعلا هي الاجابه الصحيحه. اي وفي مقوله شهيره يعني الستاي ان ذا ميدل علشان ما خبطش في الوول بتاع الايرويز ناكوستين. ستاي ان ذا ميدل، وبالتالي هيبقى المنصوره اي اجابه صحيحه، وسوهاج وانا دي اجابه خاطئه. طيب انتهى الماتش ما بين قسم الصدر في كلية طب المنصورة ومنتخب، استنى يا باشا خليك زي ما انت قاعد، وقسم الصدر منتخب من كلية طب هنا وجنوب الوادي بفوز المنصورة 8-5. هارد لك، شرفتونا.
من فضلكم قوموا سلموا عليهم، بس اللي ما بيسلمش كده من بعيد سلم كده، ما تقعدش بقى تمسك ايده وتسلم كده وبتاع. بدلوا الفانيلات، بدلوا الفانيلات، وبدلوا الفانيلات صحيح. شاكرين جدا 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 جدا. طب تعالى قبلوني لو روحته. هارد لك 8-5 ليكوا كاس برضو. وكل فريق له كوره. ايه ده احنا ما خدناش كوره. تروحوا للدكتور علاء رشاد برضو بكوره يعني، اهو تتغدوا معانا ومتشكرين شرفتونا. الف شكر. ويل دان المنصوره 10 على 10.